السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في برنامج أحداث وأصداء. الدور الإيراني في المنطقة العربية مشاهدينا الكرام أسال أخيرا الكثير من الحبر بعد توسع نفوذ إيران في 4 عواصم عربية. لم يعد الحديث فقط عن خشية امتلاك إيران سلاحا نوويا، ولكن الحديث بات اليوم عن دور إيراني متزايد وبسط نفوذها وصل إلى حد التدخل المباشر في العراق، ومع شطب إيران من قائمة الإرهاب. في التقرير الذي سلم للكونغرس الأمريكي في 2015 بات التساؤل عن مستقبل المنطقة العربية في ظل المتغيرات الجديدة. نتابع مزيد من التفاصيل في التقرير التالي ثم نواصل النقاش. صاحب جولة المحادثات التي استضافتها سابقا لوزان السويسرية بشأن البرنامج النووي الإيراني تفاؤلا، وإن كانت الأطول من نوعها في تاريخ المحادثات، حيث اقترب فيها المتفاوضون أكثر حسب المراقبين من أي وقت مضى من التوصل للاتفاق. جاء هذا بالتزامن مع استثناء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كلا من إيران وحزب الله من قائمة الدول والتنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدر الخطر على الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 15 و2000 بعد أن تربعت عليها طوال السنوات الثلاثين الماضية. وقد جاء التقييم الأمني لعام 15 و2000 في 29 صفحة، وكان ملفتا هذه المرة استبعاد إيران وحزب الله كعوامل تهديد للولايات المتحدة. ويرى محللون أن المصادر الأمنية الأمريكية استدلت على ذلك بالجهود التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ودخولها على خط معارك تكريت بشكل مباشر بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس. ويؤكد ذلك ما صرحت به لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أن لديها العديد من الوثائق التي تثبت وجود ما لا يقل عن 30,000 عسكري إيراني في العراق يشاركون في محاربة تنظيم الدولة، وذلك بالتزامن مع إشادة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالدور الإيراني في بلاده بعد يوم من نفيه وجود أي مقاتل أجنبي. دخول إيران على خط المواجهة في العراق وشطبها من قائمة الإرهاب في أمريكا، يضاف إليه الدور في كل من سوريا عبر حزب الله واليمن عبر الحوثيين، يطرح العديد من الأسئلة عن ماذا تريد إيران من المنطقة العربية، وما سر نفوذها في 4 عواصم عربية، وهل يجد ما ذهب إليه مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدينية والأقليات علي يونس بعدما صرح أن إيران إمبراطورية عاصمتها بغداد ما يثبته؟ والأهم من ذلك، ما هو موقف الدول العربية والخليجية على وجه التحديد؟ وهل تصريح وزير الخارجية السعودي بالتحرك إذا لم تحل الأمور سلميا في اليمن يمهد لمرحلة جديدة يصعب التنبؤ بمآلاتها؟ لنا مشاهدينا الكرام، على ضوء هذا التقرير نبدأ النقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مازن الرمضاني، أستاذ في العلوم السياسية والدراسات المستقبل. أهلا وسهلا بك دكتور مازن. أهلا وسهلا بك مدام. شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا، ولنا إثراء في الموضوع الإيراني. ولعل السؤال الأول ربما الذي يتساءل حوله المشاهد العربي عن النفوذ الإيراني، هل هو أمر جديد أم هو قديم واستدرك فقط مؤخرا؟ ابتداء شكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا سعيد أن أكون معكم يعني. وللإجابة على هذا السؤال، النفوذ الإيراني ليس بالجديد وإنما بالقديم، أخذ أشكال متنوعة ومتعددة. ويكفي أن نتذكر كيف كان التأثير الإيراني في المنطقة أيام الشاه، وبعد سقوط الشاه إيران تطلعت إلى تصدير ما يسمى بالثورة، والآن هي مثل ما التقرير أشار موجودة في 4 عواصم عربية. الوجود الإيراني في المنطقة العربية، الخليج العربي والمشرق العربي، ولديكم في المغرب العربي تجربة مع محاولة إيران تشيع المجتمع المغربي والفئل المغربي الذي تم إزاء هذه المحاولات التي قامت بها السفارة الإيرانية في المغرب في وقته.
الحقيقة إيران وهي تتعامل مع الوطن العربي في العموم تنطلق من ثلاثية متغيرات مهمة يعني حقيقة. الضلع الأول هو الشعور الإيراني بالتفوق على الدول العربية جراء قدرتها العسكرية، جراء موقعها الجغرافي، جراء اقتصادها، جراء عدد سكانها. كثيرة هي المتغيرات التي تنبع منها موضوعيا القدرة الإيرانية على الفعل، لكننا ينبغي ألا نغالي ولا نبالغ في هذه القدرة. القدرة العربية إن اجتمعت فهي أكثر تأثيرا من القدرة الإيرانية أو أصح القدرة الفارسية، ولكن الواقع العربي يعني مأزوم والدول العربية تتشظى، وحدة القرار غائبة إلى آخره من المتغيرات التي ربما نعود. هل عملت إيران على ترسيخ هذه الأزمات في الوطن العربي وترسيخ هذا التشرذم كما يشير بعض الأطراف؟ بالتأكيد، يعني قوة دولة لا تنبع فقط من قدراتها الذاتية، وإنما تنبع أيضا من ضعف الطرف الآخر الذي تتعامل وإياه هذه الدولة. نحن العرب في الوقت الراهن ضعفاء. الضعف العربي هو مصدر قوة لكل القوى الإقليمية الطامحة في أداء دور في منطقتنا على حساب العرب. لكن الركيزة الثانية من الركائز التي تنطلق منها السياسة الإيرانية حيال العرب هي العزلة، هي العزلة الثقافية حقيقة. إيران جزء من محيط مختلف عنها مذهبيا، المسلمون سنة وشيعة، السنة هم الأكثرية. إيران كدولة شيعية تمثل مع الشيعة في أماكن مختلفة أقلية، وبالتالي إيران تشعر بالعزلة الثقافية عن المنطقة التي هي فيها. والركيزة الثالثة هي الغرور، هي الحقد التاريخي على العرب جرى يعني قيام العرب في وقته بإسقاط الإمبراطورية الساسانية. هذا الحقد استمر منذ آنذاك إلى الوقت الراهن، والدليل على ذلك أنهم يسعون إلى حذف المفردات العربية من اللغة الفارسية، ناهيك عن التعامل مع العرب داخل إيران. ويكفي أن نتذكر هنا الأحواز على سبيل المثال. لكن في هذه النقطة بالذات يعني ظاهريا وما يبدو للعيان هو ليس عداء إيرانيا عربيا، ولكنه عداء إيراني أمريكي يعني بالدرجة الأولى. 35 سنة من العداء ومن العقوبات على إيران ومن التصريحات العدوانية، سواء من إيران تصف أمريكا بالشيطان الأكبر، أو أمريكا تصف إيران أيضا بمحور الشر هي وحزب الله وسوريا. يعني إلى أي مدى ترى الآن بأن هذه الشعارات وهذا العداء التاريخي ما زال فعلا مستمرا؟ ابتداء أنا أود أن يعني أكرر ما ذكرت، هنالك عداء تاريخي فارسي للعرب، هذا لا نستطيع نكرانه. هنالك من ينكر، لكن الواقع يؤكد هذا الشيء. بالنسبة إلى العلاقات الإيرانية الأمريكية، سيدتي الفاضلة، يعني عندما نتكلم عن العلاقات بين الدول ينبغي أن لا نتناسى أن هذه العلاقات أن هذه العلاقات تنبني كقاعدة على مزيج من صراع وتعاون. الصراع يندلع بين دولتين أو مجموعتين من الدول جراء تقاطع تناقض المصالح. التعاون يتم بين دولتين أو مجموعتين من الدول جراء التقاء المصالح. ليس هنالك تقاطع شامل وليس هنالك تعاون شامل، وإنما هنالك تقاطع وتعاون. هذا بالضبط ما ينسحب على العلاقة الأمريكية الإيرانية، مع وجود يعني نسبة أعلى من الصراع على التعاون في الحقب السابقة، ولا سيما بعد استيلاء مجموعة من الإيرانيين على السفارة الأمريكية بعد ما يسمى بالثورة الإيرانية. الآن الوضع بدأ يتغير جراء السياسة التي يتبناها رئيس الإدارة الأمريكية أوباما. أوباما لا يختلف عن
رؤساء الإدارة الأمريكية السابقة. الكل منذ أيام ويلسون إلى الآن وهو يسعى إلى ضمان المصالح الأمريكية بأدوات مختلفة. الاختلاف بين الرؤساء الإدارة الأمريكية هو اختلاف في الوسائل وليس في الهدف. الهدف أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة رقم واحد في المنطقة. نعم. طيب بس أعود إليك في هذه النقطة، لكن دعني أستوفي هذا الجانب أيضا مع الدكتور محجوب زويري الأستاذ الجامعي في الدوحة. كنت قد كتبت أستاذ محجوب، طبعا بعد الترحيب بك، كتبت مقالا مطولا شرحت فيه الخلفية شطب أمريكا لإيران وحزب الله من القائمة التي سلمت للكونغرس الأمريكي والتي كانت متواجدة فيها لمدة 30 سنة. في رأيك أنت ما سر سحب إيران في هذا الوقت بالتحديد؟ أنا أعتقد بأن هذا إجراء مؤقت له علاقة بتطورات العام الماضي. هذا التقرير الذي يصدره مجلس الاستخبارات الأمريكية كل عام والذي يقيم فيه التهديدات والأخطار الإرهابية على الولايات المتحدة في العام 2015 قرر أن يحذف إيران وحزب الله من قائمة التجهيزات الإرهابية. هذا الأمر له علاقة بالعام 2014 إيران وحزب الله بشكل كامل مشغولين عسكريا في جبهات العراق وسوريا ومؤخرا اليمن، وبالتالي الولايات المتحدة من خلال 17 جهاز استخبارات توصلت إلى نتيجة بأن إيران وكأنها تقول بأن إيران مستهلكة عسكريا وأمنيا للعام 2015، لا تستطيع أن تهدد المصالح الأمريكية وذلك استثنتها. وهذا الاستثناء لا يعني بالضرورة أنهما سمن وعسل كما يقال. هذا التقييم مؤقت وهو يعني ربما لحادثة ما أو لتهديد ما قد يعود مرة أخرى إلى قائمة التجهيزات الإرهابية، وبالتالي هو تقييم مؤقت وليس تقييما بشكل عام. هذا أمر مهم. الأمر الثاني وهو أنه الولايات المتحدة وإيران في علاقاتهما يعني يعملان بشكل دراماتيكي على مستوى التناقضات وضعف اللاعبين الآخرين. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تريد أن تسجل نقاط ضد روسيا، تريد أن تفك هذا التحالف الروسي الإيراني، تريد أن تري روسيا بأنها أيضا قادرة على اللعب في المحور الذي تسميه المحور الروسي، وتريد أن تفتت هذا، وليس بالضرورة المستهدف العرب، أيضا المستهدف القدرة أخرى زي الصين، لأنه إيران تتكئ على القدرة الروسية والقدرة الصينية. الولايات المتحدة تفكر فيما يسمى بالبيج بيكتشر، الصورة الكبرى، أنها تريد أن تقول أيضا لإيران بأنه نستطيع أن نتحالف مع حلفائكم ونقلل حجم التحالف الذي بين إيران وبين روسيا والصين. الأمر الثالث في هذا السياق هو أنه التطورات الأوضاع في المنطقة تدفع باتجاه حالة من التهدئة التكتيكية وليس الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران، وحتى ولو على حساب أطراف عربية. ولذلك نلاحظ مثلا على مستوى اليمن، إيران تحضر في المشهد السياسي اليمني وعبر الحوثيين، ورغم التعاون الأمني الكبير والاستخباراتي والطائرات بدون طيار التي كانت تقصف اليمن صباحا مساء، إيران يعني بسبب الولايات المتحدة لم تجد يعني حرجا من سحب 100 جندي أو 100 من قواتها من قاعدة عسكرية في اليمن بسبب خشيت عليهم من الصراع في اليمن. بمعنى آخر، لكن هل يفهم هذا بطريقة أخرى أستاذ محجوب؟ هل يفهم هذا ربما بطريقة أخرى؟ إذا سحبت أمريكا قواتها من قاعدة العند التي كانت متواجدة كما كنت تذكر لي سنوات طويلة وكانت محطة لإطلاق طائرات بدون طيار من أجل التنسيق والقضاء على القاعدة، ألا يؤشر هذا أيضا لأن أمريكا انسحبت مقابل نفوذ إيراني أو لنقل حوثي يعني بدعم إيراني في المنطقة، كأنها تركت الدورة لإيران أو للحوثيين في قيادة المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وانسحبت مقابل ذلك؟ هذا السيناريو أو هذه طريقة التفكير المطروحة والتي هي يعني أنت في الحقيقة يعني تضعين سؤال مهم وهو رائد في الصحافة وفي الإعلام بشكل عام في العالم العربي. ينطلق من فرضية بأن الولايات المتحدة ون مان شو، رجل يقرر سياستها
طبعا هو الحال في العالم العربي او العالم الثالث. الولايات المتحده ليست كذلك، الولايات المتحده مهما بلغ التناقض وعدم الود لها من الاطراف بلد فيها مؤسسات، وبالتالي في الوقت الحالي هنالك نوع من الاختلاف بين المؤسسات على التعامل مع ايران. الرئيس يتمسك بصلاحياته، الكونغرس يتمسك بصلاحياته، ولذلك ما دامت هنالك مؤسسات في الولايات المتحده ليس بالضروره ولا يمكن ان يتم الحديث عن تطبيع في العلاقات او حتى توافقات، يمكن الحديث عن تغيرات تكتيكيه لاهداف مرحليه، وهذا في عالم السياسه معروف لانه في الولايات المتحده وايران هناك حجم من التناقضات اللي زرع خلال 35 سنه من بعد الثوره، يحتاج الى فتره ليست بسيطه لعمليه ازاله هذه الحواجز النفسيه والحواجز السياسيه، وبالتالي ما يحدث الان هو عباره عن تكتيكات من الطرفين لكسب نقاط، يعني ايران تريد ان تسجل نقاط في المرمى الامريكي، والولايات المتحده تريد ان تسجل نقاط في المرمى الايراني. طيب ارجو ان تبقى معنا دكتور محجوب، ارجو ان تبقى معنا نشرك في النقاش ايضا ضيفنا في الاستوديو دكتور مازن، ما رايك يعني اذا تحدثنا على انه هناك علاقه يعني بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وانه هنا مرحليا كما كان يشير كان يقول هذا السحب ربما يكون سحب مؤقت فقط نظرا لانه ايران منشغله في مشاكل محيطه بها كتدخلها على المستوى سوريا وعلى مستوى العراق ايضا، هل يمكن القول بانه هنا يجري توظيف ايران حتى وان كانت عدو لكن مرحليا تخدم امريكا في القضاء على تنظيم الدوله الاسلاميه؟ يعني الموضوع يعني انا اتفق مع الزميل من الدوحه في جل ما تفضل به، لكنني لا يعني اعزل القرار باخراج ايران من قائمه الارهاب عن توقيت هذا القرار. لقد تم اتخاذ هذا القرار ومفاوضات ثنائية تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الإيرانية، وفي المفاوضات الأدوات التي تستخدم متعددة ومتنوعة، منها أدوات الترهيب ومنها أدوات الترغيب. هذا القرار يدخل ضمن عنوان أكبر هو عنوان الترغيب، أي دفع إيران إلى أو دفع إيران خطوة إلى الأمام بالاتجاه الذي قد يساعد على عقد اتفاق بين 5+1 وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي هي يعني عمليات مكافأة. يعني هو جزء من الاتفاق النووي ترى هذا الشطب من قائمة الإرهاب؟ هو ترغيب في دفع إيران إلى إثبات حسنية تقديم تنازلات بما يتماشى مع المطالب 5+1، ولكنه ليس أكثر. طبعا مثل ما تفضل أيضا الزميل من الدوحة، هذا الشيء يمكن أن يكون مؤقتا لأن الزمان القادم قد ينطوي على عودة إلى نوع من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جراء تناقض المصالح، والمصالح ليست كلها يعني تفيد بعدم وجود تناقضات في العلاقة الأمريكية الإيرانية. هنالك مثل ما ذكرت هنالك صراع، لكن أيضا هنالك تعاون بين الطرفين، والحال هي مثل كافة الدول الأخرى بنسب والدرجات متباينة تبعا للمتغيرات المؤثرة في أنماط سلوك كل من الولايات المتحدة وإيران حيال بعضهما البعض الآخر، والمتغيرات متنوعة، يعني ممكن أن نتكلم عن 3 مستويات من المتغيرات حقيقة، متغيرات خاصة بالدولة المعنية ومتغيرات بالإقليم ومتغيرات دولية، يعني أكبر من كل من أمريكا إيران والإقليم الذي هو الشرق الأوسط. لكن تاريخيا يعني البعض يتحدث الآن بأنه علاقات إيران مع أمريكا يعني تاريخيا كانت تتسم بالعداء في فقط في الخطابات وفي العلاقات الدبلوماسية، ولكن باطنيا يعني بالرجوع إلى حرب العراق في 2003 لما تم احتلال العراق سلمت على طبق من فضة لإيران. يعني بهذه الطريقة كيف يمكننا أن
نفهم بأنه علاقة العداء بدأت تتحلحل الآن فقط وليس سابقا. لا لا نقول الآن ولا نقول سابقا، يعني العلاقة الثنائية أيام الشاه كانت علاقة جيدة جدا بالنسبة للطرفين، لكن العلاقة بدأت تأخذ منحى آخر بعد إسقاط الشاه بالصيغة التي نعرفها جميعا، واستمرت هذه العلاقة بين مد وجزر منذ ذلك الوقت إلى الوقت الراهن. ومثل ما ذكرت سيدتي الفاضلة، لا توجد علاقات صراع مطلقة ولا توجد علاقات تعاون مطلقة. يعني خلنا نذكر هنا الحرب الباردة وكيف كانت تدور بين الأمريكان والسوفيت. كان بينهم تعاون على الرغم من الحرب الباردة، وعلى الرغم من يعني خشية كل من الطرفين لبعضهما البعض الآخر. هذه منطقة العلاقات بين الدول، عندما تتقاطع المصالح يبرز العداء، عندما يعني لا تتقاطع المصالح تتجه العلاقات إلى نوع من الوئام والتطور. هذا هو شأن العلاقات بين دول العالم، وهو الأمر الذي ينسحب على العلاقة الأمريكية الإيرانية بالضرورة. طيب دكتور محجوب، كيف ترى يعني إذا رأينا أيضا لتصريحات مارتن ديبسي وأيضا كأشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي، هو مجرد بداية معركة تكريت التي انطلقت قبل أسابيع أثنى على دور إيران في المنطقة، وإلى جانب ذلك قال إنه يخشى من أن تتجه الأمور إلى صراع طائفي. يعني كيف تقرأ في هذه التصريحات؟ هل تحاول أمريكا الآن استغلال إيران أو اعتبارها كخطر مؤجل، وفي المقابل استخدامها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بما أنها ترى بأنه هو الخطر القائم الآن؟ أنا أميز بين التصريحات التي تقال يوميا وبين يعني وجود رؤية تتجه أو تتحرك في سياق الدولة أو مؤسسات الدولة الأمريكية. التصريحات هي تعبير عن موقف يومي يحصل، وهناك محاولة للتوظيف هذا بشكل أو بآخر. أنا أعتقد أن التصريحات هي محاولة ابتزاز بشكل أو بآخر لأطراف معينة، محاولة دفع إيران إلى المزيد من التعاون مع إيران، محاولة ربط ذلك بالملف النووي الإيراني. يعني لها متعددة الأبعاد هذه التصريحات. ما أعتقد أن إيران أن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من إيران في معركتها هذه كما استفادت في معركة أفغانستان 2001. هذا السياق ليس جديدا، الولايات المتحدة تريد من الشيطان مقابل مصالحها، وهذا ليس شيئا حتى في السياسة. ضيفكم في الاستوديو أقر يعني هو يثبت معي بأنه في السياسة الأشياء تتحرك وهي وليست ثابتة. وأعتقد أن ما تفضل به صحيح أيضا، عندما تتعارض المصالح الأمور تتغير بين عشية وضحاها. ما يحصل الآن بين الولايات المتحدة وإيران سواء من تصريحات هنا وهناك أو مواقف، أعود وأقول أنه في معركة التكريت على سبيل المثال الولايات المتحدة كانت مشروع الوجود الإيراني، لأنها كانت تعتقد أنه يمكن تحقيق نوع من الانتصار الذي توظفه لصالح الحكومة العراقية ولصالح تغيير رئيس الوزراء العباد. نتذكر بأنه الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في الإطاحة بالمالكي والمجيء بالعبادي، وكانت تريد نوعا من الدعم للمجيء العبادي حتى داخليا وأقليميا. معركة التكريت فشلت، وليس فقط فشلت بل أدت إلى انسحاب قوات، والآن الكل يتحدث عن أن التكريت من محاصرة دون فعل عسكري حقيقي. إذا عدنا على المربع الأول، أن الكل، وأنا المشهد الآن السياسي فيما يتعلق بإيران وما حولها الآن هو عبارة عن جلسة اليوم بيومه والساعة بساعتها. لا تستطيع الدول ولا حتى إيران نفسها أن تقول أن لديها رؤية على مدى الأشهر القادمة. إيران تستطيع أن توظف الأحداث بشكل بارع، وهي تماما كلاعب كرة القدم الذي يغتنم وجود الكره ويتخذ الوقت المناسب فيسجل الاهداف. هناك 10 لاعبين اخرين او 9 لاعبين اخرين قد يروا الكره ولا يعرفوا اين يسجلوا. وهذا مشهد ايران الان. ايران تدخل في الاوقات المناسبه وتسجل اهداف. الان هذه الاهداف قد لا تاخذهم الى الدوري الى الكاس الى النهائي، لكنها قد تدفع بهم الى التقدم الى المراتب الاولى في قائمه الحضور السياسي. وهذا ما يحصل مع ايران الان، ان كل هذه ما يحصل الان هو ياخذ بايران يعني تقنيا الى مراتب معينه متقدمه في الحضور السياسي. لكن طيب، هل سيؤدي بالنهايه الى ان تاخذ الكاس كما يقال في كره القدم،
أنا لا أعتقد بهذا الأمر. طيب أعود إلى نقطة أيضا مهمة ذكرتها من خلال مقالك أيضا، تركيز التقرير الأمريكي إذا ما عدنا إليه من جديد على اختزال واختصار التهديد الإرهابي في الجانب السني، قلت أنه يغذي الصراع المذهبي. إلى أي مدى ترى أنت هذا الصراع المذهبي واستمراره في المنطقة قد يزيد أو كما يقول يؤجل في الخطر الإيراني؟ يعني هذه حالة التوافق الموجودة الآن ما بين إيران وما بين أمريكا، هذا الخطر المذهبي الذي حذرت منه ممكن أن يزيد في أمدها. أنا تحدثت عن الشكل المذهبي، أنا تحدثت أن هذا التقرير بالطريقة التي تم توظيفه بالحديث عن الخطر السني، أولا هو وضع السنة كلهم في سلة واحدة وكأنهم كلهم يمثلهم تنظيم الدولة، وهذا غير دقيق وغير صحيح لا علميا ولا سياسيا ولا إنسانيا. الأمر الآخر جعل الطرف الآخر أنه هو صاحب الحلول، وهو أيضا هذا أمر غير منصف وغير دقيق، ولننظر ما تفعله ما يعرف قوات الحشد الشعبي. وبالتالي هذا الذي حذرت منه، بأنه مثل هذه التقارير تغذي وتعم وتقوم على صياغة حشد مذهبي يستفيد منه فقط اللاعبين الخارجيين وليس اللاعبين الداخليين، لأنه هناك حالة من الاستقطاب شديدة في المجتمع، ومثل هذه الأشياء تغذي مثل هذه الاستقطابات وتغذي حالة الانقسام في المجتمع اللي هو أصلا يعاني من الانقسام. خلينا نقول منذ العام 2003 نحن لدينا حالة من المذهبية والطائفية تتنامى وهي مصنعة، الناس بطبيعتهم، وأنا أعتقد أن ضيفكم يعرف عنه هو من العراق الشقيق، هو يعرف تماما أنه مثلا في الحالة العراقية الناس كانت تعيش مع بعضهم سنة وسنة وعربا وشيعا ويتزوجون ولا تكون هناك أي مشكلة. ما الذي حصل؟ إذا هنالك حالة تم تصنيعها بسبب المشهد السياسي، واللاعبين الخارجيين لهم دور في التصنيع هذا، وأيضا بعض أصحاب المصالح من الداخل الذين يريدون ربما المناصب، ربما يريدون السلطة والمال، لعبوا دورا في هذا الأمر. وكل هذه التقارير وكل هذه المشهد السياسي الذي يحصل يغذي هذا الشحن، وأعتقد بأنه هذا الذي يعني يجعل أي إنسان منصف يخشى على مستقبل هذه المجتمعات. والحالة اليمنية الآن مثال على ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ محجوب الزويري الأستاذ الجامعي، كنت معنا من الدوحة. نشكرك جزيل الشكر على هذا الشرح. أعود إليك ضيفي في الاستوديو، هو أشار إلى قضية المجازر أو الانتهاكات التي يرتكبها الحشد الشعبي في تكريت، تحدث أيضا على أن المعركة لم تنتهي هناك. ربما في هذا الصدد يتحدث هو أيضا عن لاعبين دوليين يحاولون إثارة صراع مذهبي في العراق، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك ويمدد في أمد هذا الصراع؟ وأيضا التصنيف الدولي على أساس أنه السنة موجود، الإرهاب موجود فقط في الجانب السني وليس موجود في الجانب الشيعي. يعني القول أن الإرهاب فقط موجود على الصعيد السني هو قول مردود بالفعل وغير صحيح على الإطلاق، لا موضوعيا ولا يعني أخلاقيا ولا لا. السنة ضد تنظيم الدولة الإرهابي وضد كل أشكال الإرهاب. يعني أنا لست ناطقا باسم أهل السنة والجماعة، ولكنني أستطيع أن أؤكد أن أهل السنة والجماعة هم ضد الإرهاب تماما. هذا من جانب. من جانب آخر، غني عن القول سيدتي الفاضلة أن الدول تلجأ إلى صيغة ديفايد اند رول، فرق تسد، حتى تستطيع أن تحقق أو حتى تستطيع أن تبني تلك الظروف التي تساعدها على تحقيق ما تصبو إليه من أهداف. في العراق تم تطبيق هذه الاستراتيجية القديمة منذ عام 2003 صعودا. قبل 2003 كان المجتمع العراقي خالي تقريبا من هذا التقسيم الطائفي اللعين حقيقة. عندما جاءت الولايات المتحدة محتلة للعراق استعانت بإيران مثلما تفضلتي وذكرتي، وأيضا التصريحات الرسمية الإيرانية في وقته كانت قد أكدت أن لولا دعم إيران في أفغانستان والعراق ما استطاعت أمريكا أن تصل إلى أفغانستان وتحتل العراق. إيران يعني ينبغي أن لا ننسى أو أن نتناسى،
هي دولة قومية تسعى إلى أهداف قومية وتتخذ من المذهب إحدى الأدوات التي تساعدها على تحقيق أهدافها القومية، والأهداف القومية الإيرانية تعني الامتداد داخل الوطن العربي، الخليج العربي، المشرق العربي، وإن استطاعت حتى في المغرب العربي، مستفيدة من وجود يعني التقارب المذهبي بين بعض الشرائح العراقية وشرائح فارسية في إيران، لأن في إيران ليست فقط القومية الفارسية وإنما هنالك قوميات متعددة، على الرغم من أن القومية الفارسية هي ليست بذلك الكبر مثل القوميات الأخرى الموجودة في إيران والتي تتصارع مع القومية الفارسية داخل إيران. إذن بالإضافة إلى التوظيف المذهبي، إيران لها أدواتها المتعددة حقيقة. أضيف على كلامك عذرا للمقاطعة ما صرح به مؤخرا مستشار حسن روحاني علي اليونسي. نعم. تحدث على الإمبراطورية. نعم. الإيرانية. نعم. التي عاصمتها. نعم. بغداد يعني. نعم. هذا. نعم. ماذا يثبت حسبك يعني هذا التصريح الذي نفي مرارا؟ لم ينفى مرارا، وإنما أريد له سواء من قبل صناع قرار الإيراني أو صناع قرار عراقي، أريد له تلطيف هذا. نعم. سحبه يعني. سحبه يعني إبدال جوهرة، لكن هذا التصريح يعبر حقيقة عن أهداف إيران التوسعية في وطننا العربي، مستفيدة من الواقع الذي نعيشه نحن العرب الآن في منطقتنا العربي. نعم. طيب، وإذا ما عدنا يعني الحديث إلى الموضوع الساعة، كل الناس تتحدث على تنظيم الدولة الإسلامية، على حرب أو تحالف ستيني لمجابهته، والحديث على دخول إيران على الخط في العراق. البعض يتحدث على أنه استنادا ربما الاتصالات التي قام بها الجبوري رئيس البرلمان وكذلك النجيفي، قاموا باتصالات بلقاءات في أربيل، الحديث للإعداد لمعركة الموصل بتحييد إيران. هل ترى في هذا ربما محاولة لإحداء أو تحقيق انتصار بعيدا عن إيران في المنطقة؟ نعم، ممكن أن أرى هكذا، يعني تحرير هذه المناطق من تنظيم. نعم. داعش بأيادي أهل هذه المناطق وبمعزل عن إيران، لكن ما فعله تنظيم الدولة في العراق. نعم. جاء لصالح إيران. كيف إيران عززت من نفوذها السابق بعنصر مضاف جديد. المعلومات تقول ان هنالك الاف من الجند الايراني في داخل العراق، طبعا صناع القرار العراقي ينفون ويعطون تبريرات غير مقنعه. الوجود الايراني قد لا يكون ظاهره مؤقته، وانما قد يكون ظاهره طويله الامد، اي بمعنى اخر ان ايران تحتل العراق جراء تنظيم الدولة وتحت ادعاء أنها جاءت لمحاربة تنظيم الدولة الإرهابي، وبالتالي فالوجود الإيراني ينطوي على خطر حقيقي على الأمن العراقي الوطني، وكذلك على خطر حقيقي لأمن المنطقة العربية ولا سيما دول الخليج العربي. نحن نعلم يعني العالم الآن قرية صغيرة، لا بل محلة صغيرة، ما يحصل هنا ينطوي على تأثير هناك، وما يحصل في مكان آخر ينطوي على تأثير هنا، وبالتالي ما يحصل في العراق من تمدد إيراني يعرض الأمن الوطني لدول الخليج العربي إلى خطر. هذا إذا لم تبادر دول الخليج العربي إلى معاملة إيران بمثل ما هي تعاملنا، أي تتدخل في شؤوننا. لابد لنا أن نتدخل أيضا في الشؤون الإيرانية كي نستطيع بناء حالة رادعة لإيران قد تمنع إيران من التدخل. طيب، أعود إلى وجهة نظر جديدة. أيضا معنا الأستاذ حسن أبو هنية الخبير الاستراتيجي، ينضم إلينا مباشرة من عمان. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، ونحن نتحدث على نفوذ الإيراني في المنطقة، والحديث أيضا على استخدام تنظيم الدولة الإسلامية كشماعة من أجل المزيد من النفوذ كما كان يتفضل بالذكر ضيفي هنا في الاستوديو. هل ترى بأن تنظيم الدولة الإسلامية فعلا هو من يستفيد من وجود الإيرانيين في المنطقة
المنطقة من أجل أن يبرر دفاعه وانبراءه في الدفاع عن السنة، أم أن العكس صحيح بأن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق هو من عزز من تواجد وأعطى مبرر للتدخل الإيراني؟ أعتقد أن العلاقة جدلية وليست ميكانيكية، بمعنى أن كلاهما يستفيد من الآخر. نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية قد بنى سردية وأيديولوجيا بعيدة المدى تستند على اعتبار هوياتي، بمعنى أنه منذ البداية منذ شبكة الزرقاوي حتى خلافة البغدادي هو يؤكد على أنه يواجه خطر تمدد الإيراني، ما يطلق عليه الخطر الصفوي، وبالتالي الميليشيات الشيعية، وبالتالي يذهب بطبائع الصراع إلى بعد هوياتي طائفي. لا شك أن هذا يتوافر على كثير من المصداقية، وبالتالي هذا ما يجعل ربما التنظيم يجد له جاذبية كبيرة في العالم العربي وكذلك العالم الإسلامي السني. وإيران بالتأكيد شاهدنا وكذلك يعني حلفاء إيران كانت تتخذ من تنظيم الدولة الإسلامية ذريعة للتمدد بشكل كبير. هذا ما فعله إيران عن طريق فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني، في مباشرة هو الذي يدير الميليشيات الحشد الشعبي وكافة الفصائل التي تربت في كنف إيران منذ حتى قبل الاحتلال الأمريكي، سواء كانت ممثلة ميليشيات بدر التي تقود الحشد الشعبي الآن، وكذلك أيضا جميع الميليشيات المجلس الأعلى وكذلك الحزب العراقي وبقية الفصائل سواء كانت حل العصائد أهل الحق وغيرها. إذا التنظيم يشارك أيضا في الجبهات ويجند آلاف الميليشيات الشيعية في دمشق وكذلك في الضاحية الجنوبي علاقة مع حزب الله. التنظيم بالتأكيد أن كلاهما يستفيد من الآخر، لكن أعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة. هناك فراغ في هذه المنطقة لتواجد سني أو لنوع من التمثيل السني العادل، ويوجد هناك إسناد من الدول الجوار، وهذا يجعل بالتأكيد هذا الفراغ ترك المجال لإيران لكي تصبح فعلا مهيمنة ومسيطرة في العراق منذ الاحتلال الأمريكي، وتعزز بشكل كبير بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية 2000. طيب أستاذ حسن أبو هنية، تفرد إيران بخوض المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى أي مدى يدفع باتجاه بأن للسنة بالنظر بأن الدولة الإسلامية هي آخر حصون التي تقف في وسط التمدد الصفوي كما يصفونه هم؟ للأسف الشديد أعتقد أن هذه السردية تتوافر على كثير من المصداقية. يعني نحن نرى أن هذا التنظيم وهو ممتد من شبكة الزرقاوي إلى دولة العراق الإسلامية 2006 حتى وصول إعلان الخلافة منذ سيطرة التنظيم على الموصل في 10 من يونيو حزيران الماضي، شاهدنا أن كثير من الحركات السنية، معظم الحركات السنية سواء كانت حركات مقاومة كتائب ثورة 20، جيش الإسلامي، جيش المجاهدين، أنصار السنة وغيرها من الحركات المقاومة، وكذلك المجلس العسكري، كذلك الثوار العشائر، جميعها التي حاربت هذا التنظيم في 2006-2008، إذا وجود الجنرال بيتريوس واستراتيجية تدفق القوات وكذلك دعم وإسناد ما يسمى الصحوات، كانت هذه مندرجة في حرب التنظيم، ولكن بفعل الممارسات التي الطائفية التي مارستها السياسة العراقية التي أصبحت مختلطة من قبل مكون واحد. نعلم أن جميع مكونات الدولة أصبح أكثر من 95% من الجيش والمؤسسات المدنية والسياسية كلها تديرها المكون واحد وهو الشيعي، وفي الشمال بالتأكيد الأكراد يديروا الإقليم مستقل. هذا جعل السنة كما تعلم من سواء من عبر قوانين اجتثاث البعث، المساءلة والعدالة، المهيمنة، السيطرة، قمع الاحتجاجات في الأنبار، في الحويجة، في المحافظات السنية، جعل معظم السنة يقتنعوا وأصبحوا يتعاملوا مع هذا التنظيم حتى لو لم يكونوا بالتأكيد مقتنعين بالأيديولوجيا الدينية التي يقاتل من خلفه، لكنه بالتأكيد ينظر إلى هذا التنظيم، أصبحوا كشريك. شاهدنا أن معظم المكونات ليست مقتصرة على نخبة أو مجموعة قليلة من الجهاديين لديهم نوع من الأيديولوجيا متطرفة، لكن أصبحت تمثل الهوية مع فراغ وعدم إسناد وعدم تدخل عربي. لكن إلى أي مدى أستاذ حسن أبو هنية، يعني الذي ينظر من بعيد للمعركة الآن الموجودة في العراق، هل يمكن فعلا نختصرها في جانب سني يقوده تنظيم الدولة الإسلامية وجانب إيراني أو شيعي تقوده إيران في المنطقة؟ يعني إلى أي مدى سيبقى التصنيف بهذا الشكل، القوى السنية التي هي ليست مع تنظيم الدولة الإسلامية
العالمية، أين هي موجودة الآن وما وظيفتها على الساحة العراقية في الحرب الدائرة الآن؟ ما الذي تستطيع أن تفعله إذا كان الشركاء في العملية السياسية السنة الذين دخلوا في العملية السياسية منذ أيام الحاكم بريمر والإدارة الأمريكية ووجود المالكي على مدى سنوات لم تفلح حتى في عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. نعلم أنه تم فرض المالكي لفترة ثانية بتحالف أو بإسناد من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا السنة الذين دخلوا في هذه العملية شاهدنا كيف أن قانون مكافحة الإرهاب وهو مسلط على السنة في قضية المخبر السري أصبح الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مطارد بمكافحة الإرهاب، كذلك أحمد العلواني معتقل وأخيه كان قد قتل رافع العيسى وقتلت حراسة جميع السنة النوجية. في كل هؤلاء السنة الذين دخلوا في هذه العملية السياسية لم يستطيعوا أن يقنعوا السنة ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء لهذا المكون الذي تعرض للتهميش والإقصاء تارة بحجج قانونية اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة وتارة بقوانين مكافحة الإرهاب، ولكن في الواقع العملي كانت هناك هيمنة على كل مؤسسات الدولة من قبل مكون واحد، وبالتالي هذه الطرف السني الذي على مدى سنوات أصبح كافرا كفر بهذه العملية السياسية يعلم أنه لم يستطع. لكن ماذا بعد ذلك؟ يعني بكفره بالعملية السياسية من جهة ورفضه التدخل الإيراني من جهة، يعني ما هي الحلول أو الإمكانيات التي من خلالها يمكن أن يتحرك الطائف السنة في العراق بهذا المعطى كله؟ الأمر بسيط، أعتقد أن مكافحة أو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية هو يتم من خلال مقاربة استخبارية أمنية وإيديولوجية وثقافية وفكرية على المدى البعيد، بمعنى يجب فك هذه الحاضنة الاجتماعية، هذه الحاضنة الاجتماعية التي الآن تنظر إلى التنظيم كحامي واقل السنة، ينبغي إقناعهم، ينبغي تقديم تنازلات. إذا كان مشروع الحرس الوطني الذي هو مكون سني لا يسمح حتى العبادي الذي خلف المالكي وقيل أنه يعني سوف يعمل على إيجاد مقاربة مختلفة، هو يسير على نفس النهج، يرفض أن يستدخل هذا الحرس جمن المكون. هم يريدوا عملية لا تخل بالمكاسب التاريخية التي حصل عليها مكون على طرف آخر. هذه العملية لا يمكن أن تنجح ما لم يتم إعطاء السنة مزيد من حقوقهم وليس مزيد الحقوق الأساسية، وبالتالي يصبحوا شركاء في الوطن والدولة على أسس متساوية. فأعتقد أن المشكلة لا يمكن سوف نتعامل كما حدث سابقا في مقاربة عسكرية أمنية مختلة وناقصة، وبالتالي الأمور تتفاقم شيئا فشيئا. نحن نرى شكراً. هذه اللحظة من يمثل الدولة الحشد الشعبي كلها عبارة عن ميليشيات لا أكثر ولا أقل تمارس القتل وتمارس. شكرا جزيلا لك حسن أبو هنية الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من عمان، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. أعود بها لضيفي في الاستوديو، يعني كيف تقرأ الأمور الآن في يعني إذا تحدثنا عن النفوذ الإيراني من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، لكن إذا تحدثنا على رأسين موجودين الآن، لعل الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقود المعركة بأذرع متعددة، يعني التحالف من جهة، إيران تدخل من جهة أخرى، ولكن السنة في العراق باتت تساؤل الآن يعني بين كماشة تنظيم الدولة الإسلامية من جهة والنفوذ الإيراني من جهة أخرى، ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ أنا أتفق مع هذا الكلام، لكن أود أن أصحح ما تفضل به الزميل من عمان. أنا كعراقي يعني أرفض القول أن أهل السنة والجماعة يناصرون تنظيم الدولة الإرهابي، أرفض تماما، لكن الحديث عن كثير من القبائل، كثير من القبائل التي ربما إذا تحدثنا على قبيلة مثلا البعجيل وقبيلة البناصر وهذه لم تظهر أي ربما أي ميل لجهة الحكومية، هي ملت من العملية السياسية، لم تمارر قانون الحرس الوطني، يعني تقريبا يائست من الممارسة السياسية ولا تجد بأن الحكومة تنصف مطالبها. هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن هذه القبائل والعشائر العراقية تحبذ أو تدعى أو تقدم الدعم لتنظيم الدولة. يا سيدتي الفاضلة، التنظيم قتل، يعني أنه يمارس القتل والظلم والعبودية، لكنهم عايشوا عبودية وظلما آخر من الجانب ما بعد الاحتلال، يعني ألا يوازن ما بين هذين المظلمتين كما يقول المثل، يعني أفضل الشرين كما يقال. لا، هو ليس أفضل الشرين حقيقة، يعني وإنما أقبح الشرين. نعم، لقد وقع على أهل السنة والجماعة ظلم كبير منذ 2003، ولكن هذا الظلم لا أراه مبررا، ولا يعني أميل إلى القول
إن أهل السنة والجماعة يدعمون تنظيم الدولة. يجب أن نفرق بين تنظيم إرهابي مثل هذا التنظيم والقوى التي تطالب بحماية مصالح أهل السنة والجماعة في العراق وتلجأ إلى أدوات مختلفة. هنالك فرق جوهري بين قوى المقاومة وهي بعيدة تماما عن تنظيم الدولة وتنظيم الدولة الإرهابي. إن تنظيم الدولة يمارس ظلمه في المناطق السنية وهو لم يتقارب إلى مناطق أخرى من المكون الآخر، وبالتالي نحن نرى هذا التنظيم كقوة احتلال لابد أن يصار إلى التعامل عليها وفق مقاربات متعددة استراتيجية متعددة الأبعاد وليس على وفق مقاربة محدودة كمقاربة عسكرية. هنالك جد ضرورة لمشاركة إقليمية عربية خصوصا لأن هذا التنظيم يتطلع إلى التمدد، وعندما يتمدد في داخل الأقطار العربية ولا سيما الخليجية وغير الخليجية، وبالتالي على دول الخليج العربي أن تتصرف تصرفا يعني يضمن بالمحصلة المصالح الحقيقية لهذه الدول. لكنها تفعل عسكريا، هناك تحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتشارك فيه دول عربية، سعودية، قطر، بحرين. نعم. يعني ألا يكفي هذا التصدي العسكري لهذا التنظيم؟ يا سيدتي، اللجوء إلى القوة الجوية فقط لن يحسم المعركة، لأن أنا لست عسكريا ولكنني لي اطلاعات على الحروب التي جرت. الحروب تحسم على الأرض وبقوات برية. عندما جاءت لنا الولايات المتحدة واحتلت العراق لم تحتل العراق جويا فقط، وإنما جاءت بحوالي نصف مليون جندي احتلوا الأرض. الضربات الجوية غير كافية، هي مهمة دون شك، ولكنها ليست هي الأداة الأساسية لدحر تنظيم الدولة الإرهابي. إذن لابد من عمل عسكري على الأرض يساعد القوات كل العراقية، يساعد الجيش، أوكي نقبل بالجيش العراقي ولكن لا نقبل بالميليشيات والحشود الطائفية لأنها تتصرف بالضرورة طائفيا. وهنالك يعني كما بدأ يعني في أماكن متعددة، ديالى على سبيل المثال، وكيف إن التطهير الطائفي يعني استمر في ديالى وغير ديالى من المدن العراقية. إذن بنا حاجة حقيقة سيدتي الفاضلة مثل ما ذكرت وأعود وأكرر إلى مقاربة متعددة الركائز والأبعاد وبنفس طويل. لكن هل ترى هذا التوافق كنت تحدثت بأن الدول علاقتها هي مبنية على المصالح، هل ترى بأن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإيران على ضوء وجود تنظيم الدولة الإسلامية وتمدده ستستمر علاقات ودية إلى حين الوصول إلى القضاء على هذا التنظيم؟ يعني باختصار من فضلك. نعم، مدام أنا لا أعتقد ولا أميل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضحي بالحلفاء العرب. العلاقات مع مثلا المملكة العربية السعودية علاقات وطيدة متشعبة تاريخية، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بعلاقاتها مثلا مع دول الخليج وغير دول الخليج، لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة تقع في لدى هذه الدول، وبالتالي سوف تعمل الولايات المتحدة على بناء علاقات ربما متوازنة بين العرب وإيران. شكرا جزيلا لك دكتور مازن الرمضاني، أستاذ في العلوم السياسية ودراسات المستقبل. نشكرك جزيلا على انضمامك إلينا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي عبر خدمة الهاتف كل من الدكتور محجوب الزويري الأستاذ الجامعي من الدوحة، وأيضا كان معنا من الأردن من عمان تحديدا الأستاذ حسن أبو هنية الخبير الاستراتيجي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم واهتمامكم، وإلى اللقاء.